لكن هذه المنافذ الحدودية حتى الحكومة العراقية ما تعرف عددها ايش قد. هذا في إقليم كردستان؟ هذا في إقليم كردستان. نعم هناك. طيب يعني هذا سوى ثغرة كبيرة، ليش البصرة مشددين الإجراءات الأمنية بها فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية؟ ليش إقليم كردستان البضاعة تدخل تهريب وتغزو الأسواق العراقية؟ يعني هذا من الملفات المطروحة لتحديد العلاقة بين المركز والإقليم، وتحديد مسألة الصلاحيات، مسألة المنافذ والسيطرة عليها، المنافذ الجمركية والمنافذ الحدودية. لأن هذا اليوم المنافذ تشكل خطر أيضا حتى على إقليم كردستان، كونها تهرب المخدرات والكريستال، وأيضا حتى تجارة البشر. اليوم الكثير من العاملين الأجانب اللي داخلين في العراق هم عبر منافذ إقليم كردستان وبشكل غير رسمي وغير أصولي، وصل أعدادهم أكثر من 1,000,000 عامل. المسجلين يعني ما يتجاوز اليوم في وزارة العمل سوى 350,000، فهناك حالات تجاوز ربما تشكل حتى من الجانب الأمني تشكل مشكلة لإقليم كردستان. هل من يعقل أنه إقليم كردستان بقوة جهاز الأمني ممكن يدخلون هذولا تجارة الأعضاء، تجارة المخدرات بدون ضبط؟ احنا ما دام هناك منافذ غير رسميه، غير والمنافذ الغير رسميه تابعه لبعض سلطات الدوله. نعم هذا هو بحد ذاته يشكل حاله من عدم السيطره. اي يعني خصوصا انه العراق مجاور لتركيا وايران وايضا سوريا، وهناك حتى مساله الارهاب اللي دخل، هو دخل عبر المنافذ الحدوديه خلال فتره داعش، وهذا كله يشكل خطر من الجانب الأمني. محاولة الحكومة المركزية للسيطرة على هذه المنافذ تكون إدارتها إدارة واحدة وفق بوابات إلكترونية سيحد من الخطر، وأيضا يأتي بفائدة اقتصادية.